تسلم يا حمادة. السلام عليكم. وعليكم. يا عم عثمان في ما ترد علينا السلام يا عم، ده السلام لله. معلش يا عم عزت، عندي شوية مشاكل، ما تاخذنيش. خير؟ في ايه يا عثمان؟ خير ايه؟ جبنا ضرافها، قفلنا الورشة علشان القرض اترفض. ربنا يفكها من عنده بقى. يا عريس، ما ظبطتش الكلام ليه؟ تشرب؟ لا ده بتاعنا ده. عشان ده خطر على الدايت اللي انت عامله يا استاذ عزة. والله العظيم ربنا يعلم انا عملت ايه، بس ادارة الكريدت هي اللي رفضت. كريدت؟ طب ما تقول لي يا جدع واشحن لك كارتين. كارتين ايه يا عم انت هتهزر؟ ده سيستم وشغلانه كبيره. طب انت يا استاذ عزت يعني مالكش سكه يعني في حوار السيستم ده؟ كان على عيني والله. لا تسلم عينك يا استاذ عزت، تسلم عينك، احنا تعبناك معانا. وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ عمل عمل ربنا. بس هو المشكله ان الواحد ملوش غير في سكه الخشب والنجاره. يعني انت ما بتعرفش تشتغل اي شغلانه يا عثمان قبل ما كنت بتشتغل في النجاره دي؟ شغلانه ايه بس يا عم عزت؟ ما انت عارف البير وغطاه. بس برضه ليا واحد صاحبي معاه تاكسي، قلت له يمكن ياخدني معاه. طب بقول لك يا اخويا، ما تشوف لي يعني واحد صاحبك كمان كده معاه ميكروباص وياخدني معاه بالمره. عينيا يا حبيبي، سلام. بس كده؟ بقول لك ايه، مش انت معاك رخصه؟ اه وساريه كمان. طيب حلو قوي، انا باذن الله كلها يومين وهستلم عربيه كنت جايبها عشان اشغلها في اوبر. اوبر ده بقى مشروع يا باشا ماشي في البلد اليومين دول زي الفل. اوبر؟ هو مش اوبر ده بتاع المنتخب؟ ايه اللي بيضحك يعني؟ لا عشان بتاع المنتخب اسمه كوبر. بص يا باشا، مشروع اوبر دوت لو انت عايز تروح اي مشوار في اي حته بتكلم العربيه عن طريق الموبايل بيجي لك لحد البيت، تمام؟ بتنزل يوصلك المشوار وانت نازل بتحاسب. اللهم صل على النبي. الملاكي بقت بتوصل الناس وبالتليفون كمان. شغل عالي يا عثمان. اه يا باشا، امال ايه؟ دلوقتي البلد بتتطور واحنا لازم نجاري التطور ده. ها نعتمد؟ همشي وراك تاني يا عم عزت اما اشوف اخرتها ايه. طب انت ظبطت يا استاذ عزت، انا بقى هشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ بص انا في حاجه في دماغي كده ان شاء الله باذن الله هظبطك فيها. تمام؟ شيلش هم عثمان. بما ان مفيش عصير بقى انا هتكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا استاذ عزت. هو مشي من غير ما اقول له هشتغل ايه؟ لا انت تشتغل ليه؟ انت تفضل تشتغلني. اشتغلني اشتغلني على طول. هتديني كام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم اشرب العصير اشرب.